وان شاء الله ده ما يكونش نهايه التعاون ولا التواصل بين الناس اللي حضرت الورشه وبين الناس القائمين على الورشه، وده يكون بدايه ان شاء الله لنواه عمل مستقبليه ان شاء الله بيننا وبينكم ان شاء الله. سعاده التمنى ان انا شفت الدكتور فاروق لان انا من فتره يمكن ساعه استلمت العمل في الكليه لما اشرف بيهم يعني انا سعيد جدا واستنزفت طبعا والله بالفضل علي الله عز وجل يعني. برحب طبعا بالاخوه اللي شرفوني من دوله العراق الشقيقه، سعيد بيكم والايام معاكم بسرعه، نتمنى ان تقعدوا اكثر من كده يعني. الزملاء الاعزاء والحضور، انا الدكتور عبد الحميد محمد حمودي السامرائي عميد كليه العلوم التطبيقيه جامعه سامراء. جامعة سامراء تقع في مدينة سامراء شمال بغداد 120 كيلومتر، كانت عاصمة الدولة العباسية لمدة 58 عاما، يعني بعد أن طلعوا العباسيين من بغداد رجعوا سكنوا في مدينة سامراء ثم عادوا إلى بغداد وانتهت الدولة العباسية. نبدأ مختصرة عن تاريخ بلادي اللي هو يشرف أيضا كما تشرف تاريخ مصر ويشرف العرب جميعا. الحقيقة أنا جيت لهذه الورشة اختصاصي يعني بيولوجي. جدا بالدوره الحقيقه استفدت منها كتير على الرغم ان انا مش في مجال تخصصي، بس يعني لقيت نفسي متابعه وفاهمه، كنت حاسه ان الموضوع هيبقى اصعب من كده، طلع الحمد لله كويس وسهل يعني قدرت استوعب. سعيده ان انا اتعرفت على الزملاء والناس والاساتذه المتدربين، ويا رب يكون في بينا تعاون بعد كده في المستقبل ان شاء الله. سعيده بالمستوى الحقيقه، يعني حاجه تتشرف ان انا في الجامعه اسيوط ان في كليه الصيدله فيها المستوى ده من التطور، برنامج عالي زي كده بالامكانيات دي كلها وبتيجي عليه متدربين من كل حته. الحقيقه دي حاجه تشرفني حتى لو انا مش في كليه الصيدله، بس عشان انتمي لنفس الجامعه الحقيقه حاجه مشرفه جدا، يعني دي اكتر حاجه انا سعيده بيها.